موجودة إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا. الأربع أناجيل دي لما يجي الواحد يقرأها، أولا هي مجهولة المصدر، يعني ما نعرفش مين كتبها، وإن شاء الله هنبقى نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل بأمر الله. النقطة الأهم إن مفيش واحد فيهم ادعى إن هو بيكتب وحي. إحنا عندنا القرآن الكريم نزل على واحد، مين هو؟ سيدنا محمد. لو أثبتنا نبوة سيدنا محمد وإن سيدنا محمد ده رسول من الله، يبقى إذا الكتاب اللي نزل عليه هو وحي من الله. إنما لما إحنا عايزين نثبت العهد الجديد لازم نمسك كل الأشخاص اللي كتبوا ونثبت إن هم رسل، ومن خلال ده نثبت إن ونثبت إن هم كتبوا فعلا الأسفار دي، ومن خلال كده وقتها نقدر نثبت وحي العهد الجديد. لكن عشان اخش في الموضوع على طول، ان مفيش نص واحد في العهد الجديد بيقول ان الكتاب المقدس او ان العهد الجديد وحي. انا بركز على العهد الجديد مبدئيا، يعني الكلام ده طبعا مش كلامي. دلوقتي قدامنا صفحة من كتاب على عتبة الكتاب المقدس. الكتاب ده بيباع في دار مكتبة العائلة، في مكتبة العائلة بتاع الاب جورج سابا، وهو شخص معاصر يعني، بتاع جورج سابا في كتابه على عتبة الكتاب المقدس. نقرأ مع بعض صفحة 136، بيقول بالنص: ليس لدينا في العهد الجديد نصوص تبرز رسميا أنه ملهم. ليس لدينا في العهد الجديد نصوص تبرز رسميا أنه ملهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مفيش نص في العهد الجديد بيقول إن العهد الجديد ملهم وحي. مفيش نص في العهد الجديد بيقول ان العهد الجديد ده وحي. يعني مفيش حد ادعى ان الاسفار اللي مكتوبة دي وحي من الله. مفيش حد ادعى ان الاسفار اللي هو كتبها هي وحي من الله. لو احنا ننظر للتاريخ المسيحي نلاقي شيء مهم جدا. احنا عندنا سيدنا محمد لما كان بينزل عليه الوحي كان بيأمر كتبة الوحي، أو كان يعني بيلم، أو كان بيجي كتبة الوحي، بيجي يكتبوا الوحي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيوحى إليه بيه. فكان عنده كتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عنده كتبة وحي، كانوا بيكتبوا الوحي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمليه عليهم. يعني كان معروف أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إن ده وحي. إنما في الكتاب المقدس أو في كتاب زكريا الموضوع ده غير صحيح. ليه؟ إزاي؟ لان اول واحد قال ان الكتاب المقدس وحي شخص او احد الاباء اسمه سوفيلوس الانطاكي. دلوقتي احنا قدامنا صفحة من كتاب تاريخ الفكر المسيحي عند اباء الكنيسة، شارك في الكتاب ده المطران كيرلوس سليم بوسترس، ومعه يعني اباء اخرين. فبيقول في صفحة 252: نسمع سوفيلوس يتكلم عن الرسل كلامه عن الانبياء، فلقد كانوا ملهمين، والأناجيل ورسائل بولس هي كلام مقدس إلهي. وهكذا نرى أن سوفيلوس هو أول من أوضح أن العهد الجديد ملهم. سوفيلوس الأنطاقي في القرن الثاني، سوفيلوس الأنطاقي في القرن الثاني، وهو أول واحد يقول أن العهد الجديد ملهم. دلوقتي إحنا هنسمع زكريا بطرس في الحلقة بتاعته، في نفس الحلقة، وهو بيتكلم عن وحي كتاب زكريا. نسمعه مع بعض ونرجع معاكم تاني. هو بداية الكتاب المقدس موحى به من الله بآيات من الكتاب المقدس اثبتها. في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموساوس صح 3:16 يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله وحي من ربنا. وبرضو المزامير بتاع داود النبي مذكور عنها في صموئيل الثاني صح 23 اي 1 و2: وحي داود ابن يسر. وعشان كده في رسالة بطرس الثانية صح 1:21 بيبين لنا ان الكتاب المقدس كله موحى به من الله. يقول: لانه لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وهنا الفرق بين الوحي في المسيحية والوحي في الإسلام. رجعنا ليكم بعد التسجيل. طبعا زكريا بطرس قال كلام خطير جدا وعايزين نركز فيه شوية. يعني احنا بنسمع على طول من اتباع زكريا بطرس النص المشهور اللي موجود في رسالة تيموساوس الثانية 3:16. النص بيقول: كل الكتاب هو موحى به من الله
ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم الذي في البر. النص ده طبعا يعني نص خطير، ده النص ده كده بيثبت العهد الجديد الوحي، وزكريا بطرس استدل بيه على اساس ذلك. لكن لما نيجي ننظر في النص اليوناني، احنا دلوقتي امامنا العهد الجديد يوناني، يوناني عربي، ترجمة بين السطور، شارك في اخراجه الخوري بولس الفغالي او بولس الفغالي. امامنا دلوقتي النص بيقول كل كتابة موحى بها من الله، كل كتابة موحى بها من الله. والنص اليوناني بيقول باسا جرافيسي ابن يوستوس، يعني كل كتابة أو كل مكتوب، كل كتابة أو كل مكتوب موحى بها من الله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا لو قلنا كل كتاب موحى به من الله، ممكن يكون كل الكتاب، الكتاب ده اللي هو الكتاب المقدس، ممكن. طيب، لكن النص اليوناني مش بيقول كده، النص اليوناني بيقول إيه؟ كل كتابة موحى بها من الله نافعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أي كتابة ربنا أوحى بها نافعة. فزكريا بطرس مسك النص وراح قاله زي ما هو بدون ما يدقق في الكلام اللي ما بين إيده، مسك كتابه، فتح النص، واحد مله له كتبه له في ورقة وهو داخل، وراح قال له يا ابونا يبقى قول النص ده كل الكتاب هو موحى به من الله بدون ما يدقق في النص. احنا قدامنا دلوقتي المخطوطة السينائية مكتوب فيها باسا جرافيفي اوبنيوستوس، برضو نفس الكلام. طبعا يعني النص للأسف لا يفيد زكريا في أي شيء. النص بيقول أي كتاب موحى به مفيد، وأنا موافق على كده، أي كتاب وحي مفيد، زي مثلا القرآن الكريم، القرآن الكريم وحي فهو مفيد، مفيش خلاف، مفيش حد يختلف على حاجة زي كده. لكن النص طبعا مش بيتكلم عن الكتاب المقدس. احنا دلوقتي قدامنا القتمارس اللي هي القراءات الكنسية في الكنيسة الأرثوذكسية، إعداد القوم مستدرس السرياني في الجزء الثالث صفحة 155. قدامنا النص مكتوب فيها بيقول لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم. جميع الكتب، كل الكتب الموحى بها من الله، كل الكتب اللي ربنا أوحى بها نافعة. برضو نفس الكلام، وده النص يعني مترجم عن القبطية، بيتكلم عن أي كتاب وحي مفيد زي ما معروض قدامنا دلوقتي على الشاشة. طيب، يبقى احنا نخرج بالكلام ده بايه؟ ان النص بيقول كل كتاب موحى به نافع، ما بيقولش كل الكتاب اللي هو الكتاب المقدس يعني نافع، اسف، موحى به. يبقى النص بيقول كل كتاب او كل مكتوب موحى به نافع، اي كتاب وحي نافع يا جماعه. طب نصيحه كويسه وكلنا عارفينها، لكن الكتاب المقدس مش وحي. حتى لو اخذنا النص زي ما هو وحسب ما قاله زكريا بطرس، حتى حسب كلام زكريا بطرس وحسب طبعا يعني اللي بيدعيه هذا الرجل، ان احنا هنلاقي شيء مهم جدا. ايه هو؟ ان بولس هو اول واحد كتب في العهد الجديد، ومعنى كده ان هو كان بيقول الكلام ده ما كانش لسه الاناجيل اتكتبت. يعني ايه؟ يعني هو كان بيقول كل كتاب موحى به نافع، ما بيتكلمش حتى يعني حتى لو خدنا بنص زكريا مش بيتكلم كده حتى على الكتاب المقدس اللي هو بيه زكريا على الاطلاق، انما هو بيتكلم عن كتاب موحى به نافع. طيب نشوف الاول الانبا رافائيل، طبعا الانبا رافائيل الاسقف العام في الكنيسه الارثوذكسيه، في كتاب كان هو مراجعه وقدمه، يعني الكتاب اسمه هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ امامنا الصوره دلوقتي صفحه 54، بيقول الآتي: بداية يجب أن نسأل عما كان يقصد القديس بولس عند كلامه عن الكتب المقدسة التي عرفها تيموساوس منذ طفولته. شايفين الكلام كويس؟ لا يمكن أن يقصد العقل.